بيت والد الزعيم جمال عبد الناصر اللي قضى في سنواته الاولى الرئيس جمال عبد الناصر. احنا حولناه الى مركز ثقافي في مكتبة وفي تسجيلات كاملة لكل خطب وحديث الرئيس عبد الناصر. المكتبة كاملة عن الرئيس عبد الناصر وعن تاريخ مصر بشكل عام. احنا محناش ما بنعملش شغل، احنا كوزارة مش هدفها للربح. احنا هدفنا ان نقدم خدمة ثقافية للمواطن المصري في اي مكان. يا فندم. طبعا دي مكتبة عامة، المكتبة العامة، المكتبات العامة في مصر كلها اللي تتبع وزارة الثقافة كلها مجانية. اي منزل للزعماء او لاحد من الزعماء او الشخصيات المشهورة يمكن الاستفادة بها، نستفيد بيها.